السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي قواعد اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي. راح نشرح الحروف الشمسية والحروف القمرية صفحة 12 مع حل التدريبات. الحروف الشمسية، اقرأ: شمس، الشمس، تلميذ، التلميذ، ثوب، الثوب، دفتر، الدفتر، ذهب، الذهب، زرع، الزرع. هنا عندنا الحروف الشمسية اللام ما تلفظ، يعني هسه بنقول شمس الشمس، باع اللام ما لفظتها. التلميذ، الثوب، الزر، الذهب، الدفتر، اللام ما تلفظ بس نخلي عليها شدة، بس الحروف الشمسية. أما الحروف القمرية، الحروف القمرية عندنا عبارة ابغ حجك وخف عقيمة، هذني حروف قمرية والباقي شمسية، اللام تلفظ بالحروف القمرية. هنا عندنا الربيع، السماء، الصيف، الضابط، الطالب، الظلام، الليل، النهار، كلها اللام ما لفظت. شوفوا الربيع، السماء، الصيف، الضابط، الطالب، الظلام، الليل، النهار. هسه ناخذ الحروف القمرية، الحروف القمرية. زين، قلنا مثلا قمر، القمر، باعوا اللام اللفظة القمر، أرنب، الأرنب، باب، الباب، حرف، الحرف، جمل، الجمل، مائدة، المائدة، هنا اللام تلفظ مثل الحر، الكتاب، المعلم، اليد. خلينا شوية نشرح نبذة مختصرة عنها ونحل التدريبات. يلا عيني، الحروف الشمسية والحروف القمرية. هسه أول مرة ناخذ الحروف الشمسية، الحروف الشمسية. الحروف الشمسية هنا اللام، احنا ألف ولام، ورا من؟ ورا اللام حرف، مثل عندي الشمس، الشمس، ما علي بالألف، الشين اللفظة الشمس، إذا جت وراها شين اللام تلفظ؟ لا، اللام ما تلفظ، ايش قلت؟ الشمس، باعوا الشمس. زين، الدفتر، الدفتر، ألف ما عليكم بها، أد، الدفتر اللام اللفظة؟ لا، ما تلفظ اللام. الذهب، 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 صدق ونسيت أخلي شدة، لازم تحطون شدة، تحطون شدة ورا حرف اللام، ورا حرف اللام، الذهب اللام ما لفظت. الزرع، الزرع، هنا الزرع، الزرع اللام ما لفظت، حطينا شدة فوق الزاي. زين، هسه هذه الحروف الشمسية. عندنا عبارة لازم نحفظها احنا صف رابع ابتدائي، نحفظ هذه العبارة، راح تاخذوها ويا من؟ للكبر وياكم، تتميزون بين الحروف الشمسية والقمرية، وخاصة طلبة الصف السادس الابتدائي عندهم أول موضوع بالتربية الإسلامية الحروف الشمسية والحروف القمرية. هذه العبارة شو تقول؟ ابغ حجك، ابغ حجك وخف عقيمة، هذه حروف شبيهة حروف قمرية، وباقي الأحرف شبيهة شمسية. هذا نشكتب عليها حروف قمرية، يعني شنو؟ الألف، الباء، الغين، أبغ، أبغ، الحاء، الجيم، الكاف، حجك، الواو، الخاء، الفاء، وخف، العين، القاف، الياء، الميم، الهاء، عقيمة، هذه حروف قمرية،
وباقي ما عدا ذن الحروف أقول شمسية. زين، عندي كلمة الكتاب، وعدي الزرع. خلينا نميز ياهي الشمسي وياهي القمري. زين، أنا من أقول الكتاب، الكتاب اللام شبيهة لفظة الكتاب. زين، الورا الكاف، الورا اللام مو حرف الكاف، هذا مو موجود حجك، إذا هاي قمري. الزرع، الزرع الزاء موجودة؟ لا ما موجودة بالقمري، هذا قول شمسي. هاي الحروف القمرية والشمسية. خلاصة الموضوع، خلاصة الموضوع بس حفظوا عبارة أبغ حجك وخف عقيمة قمرية والباقي الأحرف شمسية. نحل التدريبات. يلا عيني، التدريبات، التدريب الأول. ضع اسما مناسبا من الأسماء التالية في المكان الخالي بعد إدخالك عليه ال، وضع شدة على الحرف الذي يلي اللام الذي لا تلفظ في أثناء القراءة. لام التي لا تلفظ في أثناء القراءة. شتاء، مطر، شمس، قمر، صبر، حديقة، جار. زين، هنا عندنا حر شديد، شقول حر شمس، لكن أدخليها حروف شمسي لو قمري. حر الشمس شديد، اللام هنا ما لفظت، هاي شنو هاي؟ هاي حروف شمسية، لأن شين ما موجودة بأبغ حجك وخف عقيمة. حر الشمس، خلي شدة. ذهب وجاء الربيع، ذهب من هو؟ ذهب الشتاء، ذهب الشتاء شمسي، خلي عليها شدة. هطل من الغيوم، من هو الهطل؟ المطر، المطر ما خلي شدة، هاي حروف شنية؟ حروف قمرية، لأن الميم موجود ابغ حجك وخف عقيمة. ميم، طلع بين النجوم، من طلع؟ القمر. هذه القمر شنو هو؟ هذه هنا حروف قمرية، وهذه القمر ابغ حجك وخف عقيمة ق، هاي حروف قمرية. سل عن قبل الدار، سل عن الجار، الجار، الجار شنقول؟ الجار ابغ حجك وخف عقيمة، حجك اج، هذه حروف قمرية. عود نفسك على اليمن، عود نفسك الصبر. الصاد ما موجود بالحروف القمرية، إذا هاي حروف شمسية. لعب الأطفال في الحديقة، الحاء حروف قمرية لأن موجودة أبغ حجك وخف عقيمة، حاء حاء حجك. زين، صفحة 14، يلا عيني ناخذ صفحة 14. هنا عندنا صفحة 14 تدريب الثاني. يقول ميز الكلمات التي تتضمن حروفا شمسيا من الكلمات التي تتضمن حروفا قمرية. هنا عندنا الكلمات شمسي وقمري. الكلمات الصديق شمسي الصاد، الحانوت قمري. زين، عندنا العشب، هذه حروف شمسية لو قمرية. العين حروف أبغ حجك وخف عقيمة، ع ع قمري، خلينا يمش يم العشب. الورد أبغ حجك وخف قمري. الشجر اللام ما لفظت، شنو هذا؟ شمسي. القطار قمري، أبغ حجك وخف عقيمة. البركة أبغ قمري. الخشب وخف
قمري. الثمر شمسي ما عندي ثاء. الماء قمري. إذن هذا تمرين الثالث، الثاني قصد الثاني، هذا من صفحة 14. نجي على التمرين الثالث صفحة 15، يقول اقرأ النص التالي ثم اكتب الكلمات التي تحوي كل منهما حروف شمسية. في فصل الخريف، الخريف الخاء شبيهة، كتبوا يمكم هذه حروف قمرية. لا هو شي يريد شمسية، يعني أنا ما لي شغلة بالخريف، يريد بس الشمسية. تكتبون بس الشمسية. ينضج التفاح والعنب. التفاح هذا شنو؟ ابغ حجك وخف عقيمة، هذا التفاح شمسي. العنب لا هذا قمري، أنا ما لي شغلة بالقمر، يريد بس شمسي. الرمان شمسي، ابغ حجك وخف عقيمة، لا هذا قمري. يثمر الزيتون، الزيتون شمسي. القطن لا هذا قمري. الفلاح قمري. الأرض قمري. المساء شمسي. لا ابغ حجك، ابغ حجك وخف عقيمة، هو شنو ما يريد قمر وشمسي، يريد بس الشمسي. باعوا راح اكتب هنا شنو الشمسية خاطر ما تخربطون. التفاح الرمان الزيتون ها هي بس التفاح والرمان والزيتون. خل نتأكد خفكو. لا ها هي. التدريب الرابع، التدريب الرابع ادخل كل، ادخل ال على كل اسم مما يلي والفظه ثم اكتبه ثم بين ما كان منهما حرف شمسي او حرف قمري. سفينة، السفينة اللام ما لفظة هذا شمسي. ال سفينة اللام ما لفظة، تكتبون يمها هنا شمسي والسين ما موجودة بعبارة ابغ حجك وخف عقيمة. طريق، الطريق طبعا هنا شدة، الطريق شمسي ابغ حجك وخف عقيمة ما موجودة. صيف شمسي، الصيف. تلميذ، التلميذ 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 ابغ حجك وخف عقيمة هذه شمسي. ثوم شمسي. ضيف شمسي. زينب شمسي. زين نجي على الحقل الثاني. عنب، العنب قمري، ما خلي شدة بس الشمسي. مدرسة، المدرسة قمري. ورد، الورد قمري. خيار، الخيار قمري. حديقة، الحديقة قمري. هدهد، الهدهد قمري. فيل، الفيل قمري. زين ها خلص التمارين الحروف الشمسية والقمرية، وإن شاء الله التوفيق.